يا أصدقاء، وأهلا بكم هنا في جناح التنقل في إكسبو 2020 دبي. أنا ألف أمين جناح التنقل، سوف أخذكم في رحلة مذهلة عبر تاريخ التنقل حول العالم، وسنرى معا كيف تطور عالم التنقل حتى وصلنا إلى يومنا هذا. لكن أولا ألقوا نظرة على منزل الرائع، إنه يشبه كثيرا لعبتي المفضلة الفيدجت سبينر. والآن اتبعوني، فهناك الكثير لنراه. المكان في غاية الهدوء هنا. هذه صديقتي العزيزة نور. بماذا تدندن؟ ولماذا تشير بإصبعها هكذا يا ترى؟ هل تحاول التواصل مع صديق؟ أو أنها تقوم بعد مليارات النجوم في السماء؟ واو! ما أروع هذا الفضاء! إنه واسع جداً ومليء بالنجوم اللامعة. بعضها بعيد جداً وضوءها يحتاج لملايين السنين ليصلنا، حتى الضوء يتنقل. أتساءل إن كان يمكنه التنقل بمختلف الاتجاهات. أقرب النجوم إلينا هو الشمس. هل يمكنكم التخمين كم من الوقت يستغرق ضوء الشمس ليصلنا؟ 8 دقائق؟ 8 سنوات؟ أو 80 مليون سنة؟ الإجابة هي 8 دقائق. هذا هو الوقت الذي يستغرقه ضوء الشمس ليصل إلى الأرض. للأسف لم أتمكن من رؤية ما تشير إليه نور من هنا. هيا ننزل لنلقي نظرة عن قرب. نور تثير حيرتي، إنها لا تتحرك إطلاقاً. أما أنا فدائم الحركة والتنقل. أتمنى أن تجد ما تبحث عنه. انظروا، شيء ما قادم نحونا. انظروا، ما أجمل هذه الفراشة! إذن هذا ما كانت تنتظره نور. تحتاج اليرقة إلى حوالي 9 إلى 14 يوماً لتتحول إلى فراشة رائعة الجمال. كم هذا شبيه برحلة الإنسان! بعض الفراشات يمكنها الطيران لأكثر من 4800 كيلومتر، قاطعة بلاداً بأكملها خلال رحلتها. وبعض الطيور تقطع أكثر من 79,000 كيلومتراً خلال رحلات الهجرة. لكن ماذا عن الإنسان؟ ما هي قصة تنقله؟ هيا بنا نذهب في رحلة عبر الزمن لنرى كيف وصل إلى هنا. كان الإنسان الأول دائم التنقل من أجل إيجاد أماكن أفضل للعيش. في البداية مشى الإنسان حافي القدمين، بعد ذلك ابتكر الحذاء الذي ساعده ليمشي مسافات أبعد وأسرع، ومن ثم تعلم كيفية استخدام بعض الحيوانات لتساعده في التنقل. هكذا بدأ الناس من مختلف الأماكن يتقابلون لتبادل الحضارات والأفكار، وبدأت المدن بالتوسع والنمو، والبعض منها تحول إلى مراكز للعلم والابتكارات. هيا بنا نطلع على إحدى هذه المدن. نحن هنا في القرن 9 الميلادي، وهذا الرجل الحكيم الغارق في أفكاره ليس سوى
الكندي. لقد كان عالماً متخصصاً في العلوم والرياضيات والموسيقى أيضاً، كما أنه ابتكر لغة سرية. كان الكندي يحب دعوة العلماء والمفكرين من كل العالم لزيارة مدينته. هل يمكنكم تخمين اسم مدينته؟ مرحباً بكم في مدينة بغداد، موطن المفكرون والفلاسفة والعلماء. هنا تلاقت العقول العظيمة من جميع أنحاء العالم، وهنا حفظت أعمالهم الرائعة في بيت الحكمة حيث عاش الكندي. لعله على الأغلب ينتظر متسائلاً متى سيصل ضيوفه. بالحديث عن العقول العظيمة، دعوني أريكم شيئاً رائعاً. توفر المزيد من فرص ووسائل التنقل عزز رغبة الإنسان بأن يحلم باكتشاف آفاق جديدة ليسعى وراء المغامرات في أماكن أكثر غرابة. تعرفوا على أعظم 3 رحالة في العالم. تعرفوا على البكري من إسبانيا، واحد من أعظم الشخصيات التي ساعدت في تطوير حركة التنقل لدى الإنسان. ندعوه بالرحالة، ولكن هو لم يسافر إلى أي مكان، إنما التقى بالكثير من الناس الذين سافروا إلى جميع أنحاء العالم. كان مذهولاً بقصصهم والطرقات التي سلكوها في سفرهم، فكتبها وحفظها كلها في كتاب، حيث اشتهر بكونه أفضل واضع للخرائط في زمنه. ربما علينا إعطاؤه لقب المسافر بخياله. وهذا هو ابن بطوطة، لقد أخذه شغفه في الترحال من المغرب لغاية الصين، حيث كتب عن العديد من الناس الذين التقى بهم في رحلاته. قام بوصف اختلافاتهم عن بعضهم البعض، وعن الأمور التي جمعتهم والتي كانت مشتركة فيما بينهم. وأخيراً تعرفوا على البحار العظيم ابن ماجد، والمشهور أيضاً بلقب أسد البحار. أصله من إمارة رأس الخيمة، اكتشف بحر العرب، وفيما بعد ساعدت الأدوات البحرية التي اخترعها ابن ماجد البحارين في المغامرة والسفر إلى وجهات أبعد وبطريقة أكثر أمانًا. كم أحب البحر وكنوزه! يشكل البحر جزءًا من قصة التنقل في تاريخ الإمارات. يشتهر الخليج العربي بغناه بالمحار الذي يحتوي على حبات اللؤلؤ المتلألئة والثمينة. لقد عثر أجدادنا على اللؤلؤ وتاجروا به لصياغة المجوهرات الجميلة وحتى التيجان الملكية. وقد تطلبت هذه المهمة أكثر الرجال مهارة في الغطس للوصول إلى أعماق المياه للعثور على هذه الحبات الثمينة. لقد كان الغطاسون يربطون حجراً في أقدامهم ليتمكنوا من النزول إلى أرض البحر ويحافظوا على توازنهم. هل كنتم تعلمون ذلك؟ مثل هذا الرجل هنا، كانوا يحاولون جمع أكبر عدد من المحار قبل أن ينقطع نفسهم تحت الماء. كما كان عليهم الحرص جيداً كي لا يغرقوا أو يتعرضوا لهجوم من قرش جائع. بالنسبة لأجدادنا، ساعدهم التنقل للوصول إلى تحقيق أحلامهم الطموحة وتأمين مستقبل أفضل. وبعد 50 عاماً ما زال التنقل يأخذنا على طريق الأمل والطموحات البعيدة إلى أقصى حدود هذا العالم وفضائه الواسع، وصولاً إلى كوكب المريخ. أليس هذا مذهلاً؟ لقد منحنا التنقل اللؤلؤ في الماضي ورحلة إلى المريخ في الحاضر مع مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ مسبار الأمل، وهو أول مسبار يلتقط صورة كاملة للغلاف الجوي لكوكب المريخ وطبقاته عند وصوله لمدار الكوكب الأحمر في 2021. الآن ستريكم المسيحات الفائقة التطور لدي شبكة التنقل على كوكب الأرض اليوم. 100,000 طائرة تقلق
تقلع وتهبط يوميا. شاحنات، سيارات، سفن وقطارات تبقي الناس والبضائع في حركة دائمة طوال الوقت. لكن التنقل لا ينحصر في حركة الناس والبضائع فقط، إنما يكون أيضا في انتقال المعلومات. بفضل الإنترنت ترسل المعلومات والأفكار حول الكرة الأرضية من جهة إلى أخرى بلمح البصر. كمبيوترات أذكى وأسرع تمد الروبوتات بالذكاء الصناعي مثلي أنا تماماً. إن جمع المعلومات مسؤولية يتحملها الجميع لكي نتكيف بالعيش معاً ونتعلم كيف يمكننا حماية كوكبنا الرائع. وصلنا إلى نهاية رحلتنا، رحلة التنقل. أتطلع إلى رؤيتكم مجدداً وزيارتكم القادمة. استمروا بالتقدم، وكما تقول صديقتي نور، دع طموحك يعانق السماء.